فنفوز والله فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك فاضحة، لنبكي لها بمذاب القلوب. اي أيوة والله لنبكي لها يا بمذاب القلوب. فما قدر أدمعنا المالحة، اي والله فما قدر أدمعنا يا المالحة. تقضي ولم تبكي كالباكيات، والله أما لك في المصر من نائحة، اي والله ما لك في المصر مايا يا النائحة. لأنك لا فإنك لم تروى من شربتين، والله شربتين ثناياك فيها غدا الطائحة. اي والله ثناياك قلبك بالكوفة يولا كل من في المجلس، اي والله ثناياك فيها غدايا يا هي يا الطائحة. يا سيدي رموك من القصر اذا وثقوك وسيدا، والله رموك من القصر أوثقوا، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجار بأس واقهم، هل استميرهم البارحة ينجار عادل يستجير يكون ينجار، والله ينجار وعن شتل حليف الشرف ينجار مثل مسلم صدق بالحبيب، والله ينجار وتتنومس بجتلع لو جمية، اي والله تتنومس بجتلع لو جمية. يا مسلم وين ذاك اليوم عباس، عباس يجيك بشيمته ومفرع الراس، يشوفك يوم صابك نذل الأرجاس وهويت من القصر فوق الوطية، اي والله هويت من القصر فوق يا الوطيه. لا حول ولا قوه الا بالله،
العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلبين ينقلبون. والعاقبة للمتقين. وبعد، فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، إهداء إليه وإلى جده أبي عبد الله الحسين وإلى سفير الحسين مولانا مسلم بن عقيل: صلوا على محمد وآل محمد. الله حقيقة السعادة عنوان وموضوع اللي بعض من بحث عن السعادة مخلي باب عنوان بهذا العنوان: ما هي حقيقة السعادة؟ وبالفعل احنا من اول ليلة قلنا المسألة انه الكل يحبون السعادة، الكل يحبون ان يوصلون الى السعادة ويوفقون للسعادة والوصول الى السعادة الإلهية، إلى السعادة. ما أقول إلهية لأن الكل بعد، لأنه أكو جماعة ما يعتقدون بالإله، ذولا كم يحبون السعادة. لكن قلنا المشكلة الأساسية أن الاشتباه والغلط في أنه ما هي السعادة. خب إحنا نريد من الروايات والأحاديث هذه حقيقة السعادة. الليالي الماضية ذكرت بعض الجوانب، ممكن هم إن شاء الله نستمر، لكن هالليلة بما أنه ليلة الجمعة اخترت هذا الموضوع لهذه الليلة، أنه ما هي حقيقة السعادة. إخواني السؤال هنا أنه هل أنا الآن سعيد أم لا؟ هذا كلام. ثم أكو مرحلة ثانية، خب الآن أنا سعيد، لكن خب الإنسان طبيعة الإنسان أنه العاقل يحكم بأنه المفروض لا يفكر فقط في ساعته هذه، الكل يفكرون بالمستقبل. أنت مرات شيء طبيعي بالليل عندك سفر، باكر عندك سفر تفكر بسفرك، عندك سفر بعد أسبوع تفكر بسفرك، لازم تفكر، ما تقول بأنه أنا اليوم أنا فكر بيومك بعدين نشوف شي يصير. شيء طبيعي أن العقل يحكم بأن الإنسان يجب أن يفكر بالمستقبل، يفكر مستقبله شلون شنو يسوي. فحينما نوصل إلى السعادة، والسعادة المعنوية للمادية، سعادة اللي ممزوجة معها مع التفكر فيها، التفكر بالمعاد والدار الآخرة، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، أنت تفكر يوم القيامة أنه في يوم القيامة ما أدري موتك بعد موتك، ولا الآخرة خير لك من الأولى. أنت المبنى الفكري عندك يبتني على العقيدة بالقبر والقيامة، يبتني. بعد شيء طبيعي أنه المؤمن المسلم يعتقد بذلك، وفي تفكره يتفكر على هذا المبنى، بناء على هذا المبنى. إذا تفكر هكذا الآن أنا سعيد، أنا وأنت إن شاء الله، الله يرزقنا نية صافية، جلسنا في مجلس الحسين سلام الله عليه روحي له الفدا السعداء، إذا بنية صافية بعد وين أي مكان تقدر تحصل بعد أقرب إلى الله تبارك وتعالى من مجلس ذكر أبي عبد الله
ذكر أهل البيت، عشرة محرم، إقامة عزاء أبي عبد الله الحسين، ليلة الجمعة، أكيد قلوبنا تتوجه إلى كربلاء. وإن شاء الله ولو بكلمة، السلام عليك يا أبا عبد الله، نزور الحسين سلام الله عليه، روحي له الفداء. شو تريد بعد أكثر من هذا وأحسن من هذا؟ فإذا الآن نقدر نقول نحن في المجلس الآن إن شاء الله سعداء. لكن أخو هذا مو أول وآخر، آخر عمرنا، أول وآخر حياتنا، لا لا. جاءوا إلى رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وقالوا له: يا رسول الله، نحن نخاف من النفاق. نخاف من النفاق، شنو النفاق؟ قال: حينما نجلس معك ونجلس في مجلسك نرى أنفسنا كأننا جالسين على، مثلا أنا أعبر، أجنحة الملائكة، ونتقرب إلى الله ولا نفكر بالذنوب والمعاصي ولا بالبعد عن الله تبارك وتعالى، ونرى أنفسنا كأنه في الدرجات المعنوية ومع الملائكة، جدا مستانسين أو فرحانين. ومرات تشوف بعد، إحنا شباب بعد، مرات أقول مع نفسي بعد أنا أصير خوش إنسان، بعد ما أرجع إلى الذنوب والمعاصي، أنا ويني وين الذنوب والمعاصي، وهل هل هل الكلمات والترتيبات في المجلس يا رسول الله شكل. لكن من نخرج من المجلس والروح تتغير حالتنا، حالتنا تتغير شوية، بيها صفير شوية، رحم الله والديك. فإحنا قالوا: يا رسول الله، حالتنا في المجلس معك حالة، وحينما نخرج من المجلس حالة ثانية، فهذه ممكن تقدر تقول نفاق. دققوا إخواني، شكد زين الإنسان يحاسب نفسه، شكد زين. صدقنا إحنا بعضنا غافلين عن هالنقطة. حبيبي، أنت قاعد في مجلس سيد الشهداء، وإذا قلت صاحب الزمان سلام الله عليه ينظر إلينا، ممكن تستانس وتفرح، شيء طبيعي. إذا قاعد في بيتك وحدك وعندك مشكلة، تقعد تقول: يا مولاي، يا صاحب الزمان، سيدي، مولاي، ما أنا عندي هالمشكلة، على تتكلم معه وما تتكلم معه. أخو أدري يعني أنت الآن عندك حاجة ويسمع صوتك، أدري غير وقت يعني ما يسمع صوتك، الآن يسمع، غير وقت ما يسمع، وقت اللي نعوذ بالله الأغاني وياي وجاء أسمع الأغاني وعادي، ولا ذاك الوقت يعني ما يسمع الأصوات اللي وياي، الآن يسمع صوتي، بس ذاك الوقت ماكو. دققوا، الرابط، اكو رابط بين هذه حالتين، الحالتين بعد حالتين جدا مهم. يوم اللي عندك حاجه، حديث شفت: يا داود بلغ عبادي انهم يدعونني في الرهبتي في رغبه كما يدعونني في الرهبه، في الرخاء كما يدعونني في السراء. يعني في الوقت اللي إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم معرضون، لا يصير. هي طبيعي أن الإنسان يجب أن يتوجه إلى حالاته وإلى تصرفاته وتوجهاته. يا رسول الله، نحن حالتنا وضعنا بالمجلس شكل ومن نطلع برا شكل آخر. قال: لا، لو كنتم تبقون على تلك الحالة كنتم تمشون على الهواء كما تمشون على الأرض. يعني إذا تبقى، ترى إشارة إلى هذه النقطة، أنه أنت لما إذا المؤمن إذا تجي وتزكي نفسك
وتوصل إلى مرحلة اللي في جميع شؤونك ترى ربك حاضرا ناظرا، توصل إلى هالدرجة وترى رسول الله حاضرا ناظرا، وتكون بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتكون بمحضر من إمامك وسيدك ومولاك ومولانا ومولى الكون ومولى الكون وقلب عالم الإنكان صاحب العصر والأمر والزمان مهدي آل محمد. إذا توصل إلى هالدرجة تقدر تمشي على الهواء كما تمشي على الأرض. مدلول هذه العبارة هالمعنى، يعني إذا دائما إخواني ترى صعبة، شلون يصير أنا أطلع برا أروح بالسيارة سوق ما أدري الجامعة وغير ذا، شلون أنا كله بمحضر الله وبمحضر رسول الله؟ صعب لكن ممكن، صعب ممكن بلا شك، وكانوا هكذا، كانوا هكذا، وصلوا إلى ما وصلوا من التوجهات الإلهية الربانية ببركة أنهم هالليلة هاي السماعة ما تخلينا، أي ما أدري ليش مشكلة من هذه. شوف حليت المشكلة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد 20 سنة خدمنا بالحسينيات والمجالس، إذا ما نعرف السماعة بعد خير إن شاء الله. الله إن شاء الله يتقبل أعمالنا ودائما يجعلنا تحت رعاية مولانا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه خمامة اي نعم. فاذا الانسان مدلول كلام رسول الله صلى الله عليه واله، لو كنتم تبقون على هذه الحاله اللي ترى ربك ترى نبيك ترى امامك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تراهم حاضرين ناظرين، توصل إلى درجة مو أول ليلة ها، توصل بالاستمرار بتزكية النفس بتربية النفس بالتقرب إلى الله وإلى الرسول وإلى إمام زمانك وبالتوجه إليهم، تمشي على الهواء كما تمشي على الأرض، تقدر يصير. طبعا مو أنه تتقرب حتى تمشي على الهواء، هذا أول غلط، لا لا لا، تقرب عادي، تقرب خالصا مخلصا إلى الله. وأكو نقطة، ليلة الجمعة يا شباب يا مؤمنين يا مؤمنات يا من ببركة الحسين حضرت في المجلس وأنا وفقت أن أكون خادما لك في هذا المجلس وأخدمك وأتكلم، ولولا الحسين ما اجتمعنا ها هنا. نقطة مهمة، أوصلوا هذه الرسالة إلى جميع شباب الشيعة، دعوا الاعتباريات الدنيوية الظاهرية، أنه عند البعض كأن بلي العبادة والتوجه وتعقيب الصلاة والذكر مو مالتي أنا، مالت الجماعة اللي يروحون للمساجد وهناك يقعدون، أنا شاب وأجي وشوية وإذا إن شاء الله زين بالمجالس وخلص. بعد حبيبي أنت فرد مؤمن آمنت بالأئمة الذين يقول الله في حقهم بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، جايين للتزكية، أنت واحد واحد منكم ممكن يصير بلال الحبشي، ممكن يصير سلمان لا تقول فارسي، يقول سلمان المحمدي. ومرات تقدر بجرأة أقول إذا وصل أحد في هذا الزمان إذا إلى مرحلة سلمان ومستوى سلمان يكون أفضل من سلمان،
خلي همتك عالية. ليش؟ بأي دليل؟ أفضل من سلمان. الإمام زين العابدين حينما يذكر الأمور المرتبطة بغيبة صاحب الزمان سلام الله عليه روحي له الفداء، يقول إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. يعني سلمان رأى رسول الله وآمن، وأنت ما رأيت رسول الله وآمنت. سلمان رأى عليا وآمن، أنت ما رأيت عليا وآمنت. ما أدري أصحاب الإمام الحسن رأوا الإمام الحسن وآمنوا، أنت ما رأيت وآمنت. أصحاب الحسين رأوا الحسين آمنوا بالحسين ونصروا الحسين، أنت ما رأيت الحسين وآمنت. أصحاب الإمام زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري آمنوا بإمامهم، رأوا إمامهم وآمنوا بهم لكن أنا ما رأيتهم. رأوا إمامهم، أنا ما رأيت إمامي وآمنت به. فلهذا يقول الإمام زين العابدين: إذا في هالزمن وفي زمن الغيبة آمن أحد بالله تبارك وتعالى وبإمامه واعتقد اعتقادا صحيحا صحت معرفته قوي يقينه، سلم لنا أهل البيت في حديث آخر إذا عندها الأمور أفضل حتى من سلمان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مرحلة سلمان. يعني إذا مستوى واحد وصل إلى سلمان هذا الذي في هالزمن، وسبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة. خلي همتك عالية أيها المؤمن، أيتها المؤمنة. إخواني دعوا هذه الأمور، الأمور الظاهرية الدنيوية، الزخارف الدنيوية، زينة الشيطانية للدنيا، دعوها. أنتم في مرحلة اللي تقدر أي واحد منكم تقدرون تصعدون إلى درجات الكمال. خل أرجع إلى كمالي، عندي كلام هذه الليلة ليلة الجمعة أكمل. فشيء طبيعي أنه أنا جالس في مجالس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين أرى نفسي سعيدا سعيدا، لكن بالله عليكم سؤال: ما المفروض ما نفكر باستمرار السعادة لنا؟ هذا العقل ما يحكم هكذا؟ أنه أنا الحمد لله رب العالمين من الله علي بالسعادة هذه الليلة، فالآن سعيد بحضور الحضور في مجلس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. طبعا أنا ما شرحت شلون سعيدة، إذا أريد أشرح شلون سعيد أريد خمس ليالي، خمس ليالي أشرح شلون سعيد. أنا مش ما عبرت، كأنه واضح عند الإخوة عبرت، ويا ما أقدر هم أشرح، بحثي غير بحث. في مجلس الحسين سعيد، خوب سعيد، خوب المفروض ما تفكر بالاستمرار. انت اذا تفكر تريد بيت وتريد تحصل على مكان تكون مرتاح في هذا المكان، ما تفكر بليلة واحدة. اذا قالوا لك اكو مكان احسن مكان، احسن ترتيب، احسن غرف، احسن تكييف، احسن اكل، احسن احسن احسن، بس ليلة واحدة، حتى الليلة وحدها ما أريدها، شنو الفائدة؟ ولا يخفى أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، السعادة اللي إحنا نريد نحصلها في هذه المجالس وببركة هذه المجالس وببركة هذا المنبر العزيز الحسين الإلهي الرباني الذي أمرنا الله بالحضور في هذه المجالس، السعادة اللي نريد نحصلها بلا مجاملة وبدون أي مبالغة، السعادة الأبدية هم فيها خالدون ببركة مولانا وسيدنا مولى الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. خسارة، خسارة إذا أقل من هذا تطلب من هالمجالس، خسارة، خسارة الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. غير هذا لا تطلب. جاي إلى مجلس الحسين همتك أنه اجيت، أو قال متصل، إذا اتصل الإنسان ماي بالكور بعد ما يتنجس،
انت تعال اتصل بالحسين، مو تسلم عليه على الحسين وتطلع، لا لا لا، خيمة الحسين، هذا السقف سقف الحسينية. ليش يسمونه حسينية؟ حسينية المنسوبة بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. فإذا سعيد نريد نكون سعداء بعد شيء طبيعي، أنتوا في العشرة عندكم اهتمام أكثر بالحضور بالمجالس وهذا جدا طبيعي، وأنا أستغرب من الإخوة اللي يستغربون يقولون ما أدري ليش الناس بالعشرة يحضرون غير العشرة ما يحضرون، خب طبيعي ليش بالعشرة يحضر، إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا أبدا، خلاص لا تستغرب. صعب ترى دعوة الناس للدين، صعب إخواني صعب. الأنبياء إجوا وقالوا عذبوهم، الأنبياء رادوا هالمجالس عذبوهم، الأنبياء إسماعيل صادق الوعد سلخوا جلدة رأسه وهو يقول قولوا لا إله إلا الله، وإحنا ببركة الحسين وصلنا إلى مرحلة اللي ندفع أموال ونعقد مجالس للا إله إلا الله، صحيح؟ واقع بعد ترى الصحب معجزة معجزة معجزة، البشر ما يقدروا، متحيرين في زيارة الأربعين، البشر الآن البشرية متحيرين، أصابعهم يعضون على أناملهم، شنو إيش صاير؟ ميزانية دولة كاملة لزيارة الحسين، شنو ميزانية دولة كاملة؟ لازم ميزانية كل الأرض يخلوها لزيارة الحسين، تدري ليش؟ لأن الحسين مصباح الهدى. يستغرب يقول ليش يبذلون، ليش بالملايين يروحون وبيردون يأكلون ويشربون، بعد لازم نبذل، نقول لهم لا يروحون يبذلون للفقراء، حبيبي هم فقراء، هم هذول اللي جاي يروحون يحتاجون في دينهم في إيمانهم، يحتاجون دي ترى يحتاج إلى بذل الأموال، ترى ليش خديجة ما بذل أموالها على الفقراء؟ ليش ما قالوا لها تعال تعالي بذلي على الفقراء؟ بذلت للإسلام وبعدين الرسول الله يمدحها. الحسين يعالج أرواحنا يعالج قلوبنا. فإذا نحن نحتاج إلى هذه المجالس، وببركة هذه المجالس ما نريد عشرة ونكمل المجالس ونقضي المجالس، يا الله خو الحمد لله خوش مجالس كانت عندنا، خلصنا العشرة ورجعنا نفس الحالة نفس السابق، هذه خسارة، هذه أول خسارة. فإذا المؤمن يفكر لا بيوم بعد يوم، لا بعد شهر، لا بعد سنة، المؤمن يفكر اللي يعتقد بيوم القيامة هم فيها خالدون، هذا أولا. النقطة الثانية أنه إذا أريد أن أفكر ليوم القيامة وليوم الحساب، شيء طبيعي لازم أفكر أنه ما الذي يجب علي أن أعده ليوم القيامة، أتزود به ليوم القيامة. النقطة الثالثة أعبرها أبدا ما أشرح الآن، البحثي مو التقوى ولا التزود ليوم القيامة. النقطة الثالثة أنه الإمام الكاظم موسى بن جعفر يقول وجدت علم الناس في أربع، أن تعرف ربك، أن تعرف ما صنع بك، أن تعرف ما أراد منك، وأن تعرف ما يخرجك من دينك. الكلام كل الكلام أننا الآن سعداء، لكن ما الذي أصنع حتى هذه السعادة ما أنحرم منها؟ عندي كلام عن السعادة، موضوع بحثنا هذه الليلة هذه النقطة، ما الذي أصنع أنه لا تذهب مني هذه السعادة الإلهية الربانية؟ السعادة تروح بعد، أنا أحب الحسين، حبيت أبا عبد الله الحسين ويا أبا عبد الله، إي والله حبيناك يا أبا عبد الله،
حب حسين جننا وعشقناه، وطول العمر نبكي عليه وننعاه أبد والله. ما ننسى حسين أبد والله. حب حسين جننا عشقنا عشقنا عشقنا، وطول العمر نبكي عليه وننعاه أبد والله. ما ننسى حسينا وما ينسانا بن حامل حمية، روحي لك الفدا يا أبا عبد الله. خب هذا هاي عقيدتنا، لكن إخواني أعزائي أكو السنة موجودة في حياة البشر، أن البشر قابل للتغير، أن البشر يتغير، أن البشر فكرة عقيدة حتى جسمه، حتى الجسم أنت الآن تقدر ممكن بعض الحركات وبعض الترتيبات، ممكن بعد مدة ما تقدر لأي سبب من الأسباب. الله يدفع عن جميع المؤمنين الأمراض، فرد مرض يجي والإنسان كل الأمور تتغير. إلهنا شاء ليلة الجمعة بحق الحسين من على جميع المرضى بالصحة والعافية. إلهنا ادفع عنا عن جميع المؤمنين الحضور رجالا نساء من يتعلق بنا حوائلنا، ادفع عنا جميعا الأمراض الروحية والجسمية يا الله. اي نعم، وممكن يتغير، ترى القلب هم يتغير. العام على الظاهر ذكرت سمي القلب بالقلب لأنه ينقلب، يقلب يقلب. قال مولانا وسيدنا وسندنا أميرنا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إن حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة، وإن حقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاوة. نعوذ بالله. يعني ما الإنسان ما يحصل على السعادة إلا أن يختم له بالسعادة، آخر شيء السعادة. حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا استحقت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين وصار الأمل خلف الظهر، وإذا استحقت ولاية الشيطان والشقاء أو الشقاوة جاء الأمل بين العينين والأجل وراء الظهر. الأمل والأجل، شوف الفرق، بس ميم والجيم، بس الفرق بين السعادة والشقاوة. ولاية الله والسعادة في أن يكون الأجل بين العينين. حبيبي أعتذر من الإخوة الكبار، كبار المجلس، إخواني شباب أخوكم الأصغر، هذا الحديث رأيته، حزني هذا الحديث اليوم بالذات، لأن أول مرة اللي شفت هذا الحديث. هذا الحديث المسألة مو حوزة ومعمم وبلي ومجلس وتعال ومسجد وصلاة الجماعة يا الله، لا، المسألة مو المسألة واحد واحد رجالا ونساء، موظف
دوام عندك، تشتغل في البيت، جامعة، تدرس، تدرس، أي مكان، أي واحد، رجالا نساء، في الفاتحة، في العرس، في المقبرة، في الصالة، ما أدري، أي مكان. حقيقة السعادة ولا استحقاق ولاية الله والسعادة بأن يكون الأجل بين العينين والأمل وراء الظهر. إذا مو لو تجي تخاف وتصل واحد قال لي سيدنا يومين ثلاث أيام ما أقدر أنام ولا أشرب ولا أكل، قلت له شلون شنو صاير؟ قال رحت مجلس فاتحة من الخطيب صعد على المنبر خوش تكلم عن الموت بس أنا خفت من الموت أخاف. قلت له هنيئا لك، أول شيء هنيئا لك، زين مسألة الخوف من الموت هذا مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ليش ما تأكل وما تشرب؟ ليش ما تأكل وما تشرب؟ خوف من الموت مو أنه ما أكل وما أشرب، لا لا. الإمام الحسن سلام الله عليه أعطانا قانون، قاعدة كلية، دستور في روايات أهل البيت في تعاملنا الدينية الظاهرية الاجتماعية الفردية العائلية وجميع شؤوننا. اس يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. خلاص كل الأجل، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبوك. الراوي يقول شفت فرد شاب عمره 10 سنين 11 سنة ماشي مشيان يذهب إلى مكة، أكو رواية في المجلد 46 من بحار الأنوار، يقول شفت ماشي إلى الحج إلى مكة، فنظرت إليه قلت له إلى أين؟ قال إلى بيت الله. قال زادك؟ قال التقوى، تقوى الله. قلت له راحلتك؟ قال رجلاي. قلت له عمرك 11 سنة شاب، لماذا تذهب إلى الزيارة؟ قال رأيت في عمري شبابا ماتوا فأخاف أن أموت وما ذهبت إلى ما. سألت يقول تركته، رأيته أهلا لذلك تركته، ذهب وصلت إلى 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 بيت الله الحرام إلى مكة، في الطواف رأيته يطوف ويتكلم مع الله وعمره 11 سنة. سألت الناس من هذا؟ قالوا هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. شباب احنا متى نموت؟ متى الموت؟ الله اكبر، متى الموت؟ ليلة الجمعة. هو هذا اللي قاعد على المنبر هذا يجي يوم من الايام، متى ما اعلم، لا اعلم، لكن يشيلونه وين ما ادري، نجف ان شاء الله، يشيلونه يجيبونه يخلون عند القبر 3 مرات ثم يخلون في القبر نفس هذا الجسم، يخلون هالجهة على التراب ويقولون اسمع وافهم، ما يقولون يا خطيب يا حوزوي يا فلان، لا لا يا سيد، ما يقولون، يقولون يا مهدي يا ابن محمد رضا. من هو؟ من أبوه؟ من جده؟ من لا لا؟ إذني كل بعدين هو بالقبر يدري، هو بالقبر لازم يرتب أموره. لا لا أنت اسمه شنو؟ اسم أبوه شنو؟ من هذا؟ بس هذا. ارحمني فما لي لا أبكي. هو هذا زين العابدين يقول فما لي لا أبكي وقد خفقت أجنحة الموت. أبكي لخروج نفسي
قبل ذلك يقول له إلهي أعني بالبكاء على نفسي. ليلة الجمعة ترى الدم الدمعة من خشية الله كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين بكت في مصيبة أبي عبد الله الحسين. بالله عليك لا تقعد بالمجلس ساكت، حاول تطلب من قلبك أن تبكي هالليلة. الإمام زين العابدين يقول إلهي فأعني بالبكاء على نفسي فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي بعد أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني. القرآن يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. الله يرحم سيد رضا الهندي، الأبيات المعروفة أقراها عشرة محرم وليلة الجمعة. فمن لي أرى عمري مؤذنا بالذهاب تمر ليالي مر السحابي فمن لي إذا حان من الحمام ولم أستطع منه دفعا لما بي ومن لي إذا صرت فوق السرير وشيل سريري فوق الرقاب ومن لي إذا آب أهل الوداد عني وقد يئسوا من غيابي ومن لي إذا يا ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي. المنكر يجي يقول من ربك من نبيك من إمامك إلهي بحق الحسين افتح لساني بالخايا. الله أكبر. ومن لي إذا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل العذاب. بعدين السيد يريد يجيب وسيلة يريد يذكر للنجاة وسيلة يريد يجيب سفينة للنجاة. الله أكبر. الله يرحم رواديدنا اللي خدموا شعرانا. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة. هنيئا لك. اي والله تريد تقول له مولاي انت وسيلتي. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة بعد والذنوب هواي شفتها فجي. اريد اشوف هالليلة كم واحد بالمجلس يتوبون من الذنوب والمعاصي.
خلانا وياك انتو نقول لإلهي بحق الحسين اغفر ذنوبنا. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي شفت ذجيلة. ينادي سيد رضا الهندي فهل تحرق النار عينا بكت لروز القتيل بسيف الضبابي. وهل تحرق النار رجلا مشت الى حرم من هشام القبابي. يلي مشيت الاربعين وتتمنى الاربعين السنة الحسين يكتب له. هل تحرق النار رجلا مشات الى حرم من هشام القبابي. وهل تحرق النار قلبا أذيب بلوعة نيران تلك المصابي. حب حسين جننا وعشقنا. اي والله حب حسين جننا عشقنا وطول العمر نبشي عليه وننعاه. نزلت من المنبر على هالكلمة أبد والله ما ننسى حسيناه. لا 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 كل من في المجلس أبد والله ما ننسى حسينا. وما ينشان بن حامل حمية ليلة الجمعة السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. تدري هاللي لسلامك ويا منو؟ انت قاعد بمجلس الحسين وتسلم، لكن عندنا واحد هالليله يسلم على الحسين وهو على سطح دار الاماره. وقاتله بجنبه شاعرا سيفا، قال له يا بكر امهلني لاصلي لربي ركعتين. صلى صلاته ثم توجه الى الحسين وقال السلام عليك يا عبد الله. ترى المسلم غريب، اريدكم تساعدون الغريب هالليلة. كان يمشي بشوارع الكوفة وما عنده احد، طوعة قلت له روح الى بيتك، اهلك ينتظرونك عيالك ينتظرونك. قل لها وعينه مستديرة انا لا اهل عندي ولا وجه. والله انا لا مسلم الفاجد كل نصيرة. عاجركم الله على سطح دار الإمارة، سلم على الحسين يا أبا عبد الله ارجع إلى المنى للمدينة. أهل الكوفة غدروا بي
هاجركم الله والناس ينتظرون خبر من مسلم عند دار الإمارة، بينهم من يقول يؤخذ إلى الشام ومن يقول يقتل ومن يقول يسجد. وإذا بهم هاجركم الله، حضر صياحك، أريد صرخة، أريد مكان نوح نياحة. وإذا بهم رأوا جثة من أراس، أيوا حسينا، أيوا مسلما، هيا يا يا رموك من القصر ذا وثقوك، رموك من القصر ذا وثقوك. وهبل سلمت فيك من جارحة، المقدر قضى وشاعت أخباره، والله شاعت أخباره، رموه القوم من قصر الإمارة، أي والله رموه القوم من قصر الإمارة. وحان انذبح وعقب ابو قدارة، مضى المولى بعد واحد يصلها، اي والله ومضى المولى بعد واحد يصل. ثم امر ابن زياد عليه اللعنة، جاءوا بالحبال ربطوا برجل مولانا مسلم الحبال، وجرهم في أزقة الكوفة، وسحبا تجر بأسواقه، ألست أميرهم البارحة؟ إذا إلى الآن دمعتك ما طلعت، المسلم سيدي مولاي غريب نعم، مظلوم نعم، لكن أهلك وعيالك عند الحسين، سيدي ابنتك حميدة عند الحسين. لما وصل الخبر الحسين مزح على رأسها، لما وصل الخبر أخذ بيت مسلم من الخيم بيده، يمسح راسه بحسرة شديدة، يا ويلي وباليتم حست حميدة، تقل قلت له يا عمي وسالت العين، يا عمي يا عمي هالسجية ويا اليتامى، عمي السجية ويا اليتامى، خلي دمعتك يا أبا يا مسلم ابن عقيل، بنتك الحسين يمسح على رأسها، لكن لا يوم كيوم مولاك الحسين. أين كانت ابنة الحسين؟ أجركم الله ليلة الجمعة، سيدي يا مسلم، ابنة الحسين من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. الله أكبر، كلما تسأل عمتي أين أبي الحسين، عرفت وين وديتك ليلة الجمعة يولا، لا تظل ساكت بالمجلس. الله أكبر، عمتي أين الحسين، أين والدي، أبوك يرجع، أبوك في السفر، أبوك في السفر، هاجركم الله في الخربة، رأت أباها في المنام. عمّة عمّة الآن كان والدي عندي، أول أهل بالشام لما وكل ليتها
بخرابة قالوا تنام صوت من الخرابة وقيت صيح بابا بابا يا با يا با يا با رقيت صيح بابا ليلة الجمعة خليني أكمل جوها يسكتوها بكل شي ما رضوها جابا وراس ابوها ايوا جوها يسكتوها بكل شي ما رضوها جابا وراس ابوها شلون جابوا بطشيت والدم خضابة رقية تصيح يا با يا با يا با رقية تصيح يا با يا با يا با أكمل لما عرفته زين أول شي جابوا شالوا الله أكبر من شافة الرأي نادت عمته لمن هذا الرأي عمه مو قلت يا ابوك رايح للسفر ليش جابه وراسه لي اي والله ليلة بالعشرة لازم نذكر رقية لما عرفتها زين صاحت بويا يا حسين عن عيني غبت وين يا بويا يا بويا يا بويا اليتوم يكلف مصابة رقية تصيح بابا بويا بويا يا والدي والله عظيم والله عظيمة أنا أسير من ذريتي من جابه خبر شهادة مسلم سيد الشهداء قال لها يا حميدة أنا أبوك لكن من جابه وراس الحسين منو قال لرقية أنا أبوك شافت بعد ما عندها حد الله أكبر كأني قلت لأبويا خذني وياك ما أقدر بعد يا والدي والله عظيم أنا الزير من زغريتي أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على بناته حريم مرحومة عبرتك يا زهراء سيدتي سجلي أسمانا يا زهراء اني نال المجلس بالقبر ينفعنا يا ناعيه نرجع
فعرج على مكسورة الظلم ولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم ولا وخيلة الحسين مجدلا يا هايا يا وقد مات عطشان بجد غراتي اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد.